طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا دكتور محمد غزال، اللي ما عرفنيش هنتكلم النهارده إن شاء الله عن يعتبر أهم حصة في الأناتومي. تمام، فالنهارده إن شاء الله هنتكلم عن الأناتومي بشكل عام. يعني إيه؟ إحنا طبعا قلنا في التسجيل اللي فات، قلنا في محاضرتين هينزلوا على قناة اليوتيوب هتسمعهم برضو عن الجنرال أناتومي. يعني ايه جنرال اناتومي؟ يعني هتشرح لك يعني ايه اناتومي، يعني ايه كلينيكال اناتومي. في حاجه مهمه جدا اسمها الاناتوميكال تيرم، مصطلحات تشريحيه هتفيدك جدا جدا، وخاصه بتوع سنه اولى اللي مستصعبين الامر. برضو في حاجه اسمها اناتوميكال بوزيشن، الوضعيات التشريحيه للناس اللي بتخاف وتقول لك ايه انت مش فاهم يعني ايه انتيرو، يعني ايه بوستيرو، يعني ايه انفيرو. هنشرح بالتفصيل يعني ايه الاناتوميكال بوزيشن. حاجه مهمه تانية، حاجه اسمها الاناتوميكال بلينز، المقاطع التشريحيه. لما هتلاقي كتير قوي معانا في الكورس بقول لك ايه، مقطع طولي، مقطع عرضي، مقطع بالنص، فهتبقى لازم تكون فاهم، لازم تكون فاهم يعني ايه الحاجات دي. دي حاجه اسمها اناتوميكال بلينز. تمام، دي شرحناها كلها في محاضره وهتنزل ان شاء الله النهارده على اليوتيوب. وفي محاضرة تانية بقى هتنزل بكرة بعنوان The Layers of the Human Body، طبقات الجسم من أول سكن الجلد لحد جوه البون، نشرح الطبقات بتاعة الجسم بتاعك. تمام، والنهاردة بقى هنتناول أول محاضرة فعليا في السكيتال سيستم، وهي Introduction to the Skeletal System. يعني ايه Introduction to the Skeletal System؟ هنشرح النهاردة بالتفصيل يعني ايه سكيتال سيستم. طب يعني ايه الجهاز العظمي؟ بيتكون من ايه؟ ايه اجزاء الجهاز العظمي؟ وهنعرف ايه فوائد البونز، ايه انواع البون، وايه الاشكال البونز المختلفه، وهنفهم ايه فوائد البون دي، وهنشرح البون كاورجن بتبص له من بره، وهنشرحه كتشو كنسيج، عايزين نعرف من جوه بيتكون من ايه. هنبص له من بره كاورجن كعضو عادي، من بره بيتكون من ايه قدامنا. حاجه اسمها الماكروسكوبيك، الماكرو يعني حاجات كبيره بنشوفها بعينينا، وحاجات بقى هنشرحها على مستوى المايكرو، مايكرو يعني صغير، مايكروسكوبيك، هنشرحها على مستوى التشو، هو من جوه العظم ده موجود ايه بالظبط. وهنشرح برضو يعني ايه كلمه اوسيفيكيشن. اوسيفيكيشن يعني تكوين العظام. سنه اولى ما تخافوش من المصطلحات، ما تقلقوش، هنبدا مع بعض وان شاء الله كل حاجه هتكون سهله جدا جدا. هي في البدايه بس بتكون المصطلحات صعبه شويه. وهنعرف بقى ازاي العظام دي بتتكون، وهناخد حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها ابلايد اناتومي. ابلايد يعني تطبيقي. يعني ايه تطبيق؟ يعني العظام دي ايه اللي ممكن يحصل لها؟ واحد يقول لي والله احنا بنسمع عن حاجه اسمها هشاشه عظام. اقول له برافو، فعلا في ابلايد اناتومي حاجه اسمها هشاشه العظام بتحصل في البونز. واحد يقول له والله احنا بنسمع عن الكسور، الفراكشر، الكسور. اقول لك برافو، هنعرف كل عظمه لما تتكسر بيكون في كرايتيريا، في حاجات بيشتكي منها المريض عندك لما يحصل كسر كل عظمه. طبعا كل عظمه تختلف عن الثانيه، وعلى حسب برضو الكسر في اي عظم في اي بون هيكون العلاج، التريتمنت. فده جزء اسمه ابلايد اناتومي، كل بون هنشرحها هناخد بالتفصيل بحاجه كده في الاخر خاص اسمها ابلايد اناتومي. وهننتهي ان شاء الله بحاجه اسمها الكويز، امتحان على كل محاضره، هيكون المحاضره عليها امتحان بعد المحاضره دايركت، وفي قبل المحاضره الثانيه هيكون في امتحان. طب ليه بقى بقرفكم معايا؟ لا مش هعرف ولا حاجه، بالعكس انت تستمتع معايا. هو المحاضره لازم تحل عليها بعد المحاضره على طول عشان تشوف ذهنك كان صاحي قد ايه جوه المحاضره، وكمان عشان بيكون ما بين الحصه والثانيه يومين او 3 ايام، فلازم تكون انت بتراجع عشان انت عارف ان قبل ما تدخل المحاضره الثانيه هيكون في كويز تمتحن عليه قبل ما تدخل المحاضره الثانيه، فترتب امورك في الكويز ده وتدخل بقى على المحاضره اللي بعدها. فهنبدا النهارده ان شاء الله هنشرح بالتفصيل الانترودكشن، يعني ايه البونز، ايه اجزاء السكيليتال سيستم، تمام، الجهاز العظمي. بس قبل ما نبدا واحد يقول لي الصوت والصورة كويسين ولا في مشكلة؟ يعني لو فتحت كده اهو على الـ PDF
هل هيكون في مشكلة؟ الصوت والصورة واضحين تمام؟ طيب الحمد لله، يبقى نبدأ على بركة الله، نسمي الله بس ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله. طبعا أنا قبل أي محاضرة بحب دايما أقول لكم إحنا هنشرح هناخد إيه في المحاضرة النهاردة. سكيليتال سيستم. سيستم طبعا للناس اللي في سنه اولى هنشرح بالكلمه كلمه، كلمه سيستم يعني مجموعه من الاورجانز مع بعض، ما هي البونز دي العظام تعتبر كل بون تعتبر عضو، فمجموعه من الاورجانز وهنا الاورجانز نقصد بها البونز العظام مع بعض. سكيليتال يعني عظم يعني بون. طيب هنشرح ايه بقى في السكيليتال سيستم ده؟ هنشرح اول حاجه هو العظم في جسمك بيتكون من كام جزء؟ احنا عندنا 206 عظم 206 بونز، ومعلش مش هقول كلمة عظم تاني، هقول كلمة بون. تمام، انت خلاص فهمت ان بون يعني عظم. طيب فال 206 بونز دول بيتحطوا في نوعين من السكيتال سيستم، فهنشرح دلوقتي الاجزاء بتاعت السكيتال سيستم. هنشرح انواع البونز طبقا للشكل بتاعها، هنعرف ان في عندك عظام طويله لونج بون، عظام قصيره شورت بون، وحاجه اسمها فلات بون، وحاجه اسمها الريجولار بون، نشرحهم بالتفصيل كلهم ما تقلقوش. فهناخد انواع العظام طبقا لما تمسك العظمه كده وتبص لها، طويله قصيره مسطحه شكلها منتظم ريجولار ولا شكلها غير منتظم الريجولار. تمام، وهناخد التايبس اوف بون اكوردنج تو اتس ستراكشر، يعني طبقا للشكل بتاعها من جوه بقى، البون دي بقى من جوه، البون دي اللي هي سواء لونج او شورت او في ايا كان شكلها من بره، من جوه بقى هل بتختلف كل العظام؟ يعني في عظمه عن الثانيه تختلف ولا لا؟ هنشوف دلوقتي. يبقى ناخد العظام انواع العظام طبقا للشكل الخارجي according to its shape according to shape وال according to structure التركيب من جوه. هنا طبعا لازم الفانكشنز of bones او السكيتال سيستم، وظائف العظام، وظيفه العظام ايه في جسمك. هناخد بند مهم جدا اسمه اوسيفيكيشن. كلمه عظام يا شباب عشان تبقوا عارفين باللاتيني اسمها اوس، اوس او اوستيوم. اوسيفيكيشن يعني تكوين العظام، العظام دي تتكون ازاي لما بتكون جنين لسه ما فيكش ولا عظمه، العظام دي بتطلع ازاي في جسمك، وهل العظام دي ليها بلاد سبلاي؟ اه طبعا ليها بلاد سبلاي، ليها شريان بيغذيها، هنعرف بالتفصيل دلوقتي بيعدي ازاي في العظام وبيغذي العظام ازاي. وهننتهي بحاجه مهمه جدا اسمها ابلايد اناتومي، يعني التطبيق على اللي احنا شرحناه. ابلايد يعني التطبيق، تطبيق على الشيء اللي احنا بناخده. وكل بون هنشرحها على مدار السيستم لازم يكون ليها جزء في الابلايد اناتومي، العظمه دي لو اتكسرت لو حصل لها هشاشه عظام، حصل خلع عندك في الكتف يحصل ايه؟ وفي الاخر شورت كويستشنز، اسئله بسيطه على الجزء اللي احنا اخذناه. نبدا على بركه الله. اول حاجه البارتس اوف سكيتال سيستم، اجزاء السكيتال سيستم. انت عندك لو مسكت الهيكل العظمي كده اهو، تمام؟ لو مسكت الهيكل العظمي هناخد ان شاء الله في المحاضره اللي هتنزل على اليوتيوب، كنت بقول في المحاضره في حاجه اسمها ميد لاين بلين، يعني مقطع من النص، في خط كده جاي في النص بيقسم الجسم نصين. تمام، طيب هتلاقي في النص عندك هنا في عندك مين على الميد لاين؟ في الاسكال، في عندك النك، في عندك الثراس الكيج اللي هو الصدر يعني، وفي عندك من ورا اللي هو مين الفيرتبرال كولوم اللي هو العمود الفقري. اهو كل ده اللي في النص ده، اللي في النص ده اللي هو من اول الاسكال اللي هو الجمجمه، واحفظ معايا اسكال يعني جمجمه، سنه اولى مش هيفيدك بحاجه والله انك تعرف ان الاسكال يعني جمجمه وتقول لي جمجمه، لا قول معايا اسكال. طيب فده شايفين ده الاحمر ده من قدام، بصوا ادي الاسكال اهي، تمام، وعندك اللي تحتيها الرقبه النك، ونازل من قدام في عندك من قدام اللي هو التشيست الصدر،
ومن ورا عندك مين؟ العمود الفقري. اهو كل ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه الاكزيال سكيلتون. وده اول جزء من السكيلتال سيستم بنسميه اكزيال سكيلتون. طيب في عندك بقى من بره بقى الاطراف، الاطراف انت عندك اربع اطراف، ايدين ورجلين، اهو الايدين والرجلين دول بنسميهم ايه؟ appendicular skeleton. appendicular يعني طرفي الجهاز العظمي الطرفي. ليه بقول لك كده؟ عشان احنا ناخد كل جزء منهم ونشرحه بالتفصيل، كل عظمه فيها نشرحها بالتفصيل. يبقى الابندكولار سكيلتون اللي هو الاطراف، الدرعات والرجلين من تحت، دول بيسموهم ايه؟ الابر، ابر يعني فوق، لم، الابر لمز، لم يعني طرف، الاطراف اللي من فوق العلويه، واللور، لور يعني تحت، اللور لمز الاطراف السفليه. لو انت في سنه ثالثه او رابعه وتقول لي يا عم ده كلام بسيط، لا والله في حاجات هتعرفها وهتبدا تاسس نفسك في الاناتومي من البدايه. ما تقولش الكلام ده لسنه اولى بس، لا لسنه اولى وسنه سته كمان. انت تاسس نفسك في الاناتومي من البدايه. يبقى انت عندك الابندكولار سكيلتون اللي هو الجهاز العظمي الطرفي، الاطراف دراعاتك من فوق ورجليك من تحت، الابر ليمب واللور ليمب. الابر ليمب ده بيمسك مع الاكزيال بحاجه اسمها ايه؟ بص لو تلاحظ انا اهو، انا اجيب لك صوره واضحه شويه اهو، ادي لاحظ هنا اهو الجزء ده اللي هو عند الابندكولار، بصوا ادي التشيست اهو، والحمرة دي ايه بقى؟ الحمرة دي بقى ايه؟ عندك هنا اللي هي حاجه اسمها ايه؟ الكلافيكل، هنشرحها بالتفصيل، عظمه الترقوه. انت لو بصيت على رقبتك من فوق، استني افتح طيب اهو، دي اللي هي دي اهي العظمه اللي باينه دي، بيسموها ايه؟ عظمه الترقوه، كلافيكل، هنشرحها بالتفصيل لما يجي الوقت بتاعها. وماسك عندك بلوح الكتف، لوح الكتف ورا بيسموه سكابيولا، ونازل على الدراع بتاعك. فانت عندك الدراع بتاعك ده، الدراع بتاعك اهو، الدراع ده يبقى ماسك ايه؟ ماسك الاكزيال، ماسك في المنتصف بتاعك بايه؟ بحاجه اسمها الكلافيكل، ومين؟ حاجه اسمها الاسكابيولا. تمام؟ الكلافيكل والاسكابيولا. طيب دول بنسموهم مع بعض يا شباب، بنسموهم مع بعض كلمه جردل. جردل يعني منطقه اتصال. اتصال مين؟ اتصال الابر لمب ده بالاكزيال بالمنتصف بتاعك. عشان عند الكتف فبنسميه شولدر جردل، شولدر جيردل. يبقى الابر ليمب ماسكه فوق مع الاكسيال بمين؟ بالشولدر جيردل. وعندك تحت اللور ليمب برضه نفس الحكايه، ادي الرجل اهي لحد هنا اهو اهو، وماسكه عندك هنا بص مع الفيرتبرال كولوم بعظمه على اليمين وعظمه على اليسار، بيسموها ايه؟ جيردل برضه، يعني منطقه اتصال. عند الحوض تحت فبيسموها ايه؟ بيسموها pelvic girdle. يعني انت عندك الابندكولار سكيلتون بيتكون من ايه؟ عندك فوق اتنين دراعين upper limb ماسكين في بعض بحاجه اسمها على اليمين شولدر girdle وعلى الشمال شولدر girdle. يعني على اليمين في عندك كلافيكل عظمه القوه ومعاها لوح الكتف، والناحيه الثانيه الكلافيكل ومعاها لوح الكتف برضه. يبقى انت عندك فوق upper limb ماسكين في بعض بالشولدر جيردل يمين وشمال، وعندك لور ليمب تحت ماسكين ببعض بحاجه اسمها بيلفيك جيردل. تمام؟ طيب يبقى ده هو الابندكولار سكيلتون، اللي هو الابر ليمب ماسكين في بعض بالشولدر جيردل، واللور ليمب ماسكين ببعض بالبيلفيك جيردل. والاكزل سكيلتون اللي في النص، السكال الجمجمه، والنيك الرقبه، التشيست، ورا عندك في مين؟ في عندك الفيرتبرال كولوم. تمام؟ طيب
تعال نمسك الاول مين؟ الاول نمسك الاكسيال سكيلتون، هناخد اجزاءه بس مش هنشرحها بالتفصيل طبعا، ده كل واحده منهم عايزها حصه لوحديها. الاكسيال سكيلتون عندك اللي هو بيتكون من ادي اول حاجه سكال، تمام؟ ادي الاسكال اهي، تمام؟ وجوه في حاجه نشرحها في محاضره كامله بيسموها الانر اير، الاذن الداخليه، حاجه بيسموها الاوسيكنز. مالكش دعوه بالاسم دلوقتي، ما تخافش منه، في محاضره كامله هنشرح فيها الاوسيكلز اوف ذا انر اير، الاذن الداخليه. يبقى انت عندك الاسكال بكل اللي فيها اللي هم الاوسيكلز، بيكونوا فيه ثلاث عظام عندك في الاذن. وعندك الرقبه بيكون فيها عظمه واحده بيسموها ايه؟ هيويد بون. هيويد بون اللي تحت الفك، هنشرحها بالتفصيل في محاضره خاصه بيها، ما تقلقش. طيب يبقى احنا خلصنا الاسكال معاها ثلاث عظمات بيسموهم الاوسيكل اللي هم في الانر اير، وعندك الرقبه فيها عظمه واحده بيسموها الهيويد بون، تمام؟ وتنزل بقى تلاقي الرقبه مرتكزه في الامام على مين؟ على التشيست، الصدر. الصدر بيتكون من ايه؟ بيتكون من 12 بيرز، 12 زوج من الاضلاع، الضلوع اللي هو بيسموهم بالانجلش ريبس، تمام؟ والريبس هذا اهو ريب الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر 11 12، والناحيه دي برضه في 12 يلتقوا ببعض في عظمه هنا اهو بنسميها ايه؟ عظمه الاسترنم. الاسترنم بيسموها الاسترنم، عظمة القفص الصدري الاسترنال. يبقى انت عندك التشيست في 25 بون. ليه 25 بون؟ 24 ضلع 12 على اليمين و12 على الشمال يلتقوا مع بعض في حاجه اسمها ايه؟ عظمه الاسترنال. وفي عندك من ورا مين هو؟ الفيرتبرال كولوم اللي هو العمود الفقري. العمود الفقري، تمام؟ لو حسبتهم كلهم على بعض هتلاقي ان الاكسيال سكيلتون فيه 80 عظمه 80 بونز. نشرحهم كلهم بالتفصيل، نشرحهم كلهم بالتفصيل، تمام؟ طيب عندك بعد كده الابنديكولار سكيلتون اللي هو الاطراف زي ما اتفقنا اللي هم الابر واللور ليم، والابر ليم ماسكين بعض مع الشولدر جيردل، وتحت اللور ليم ماسكين بحاجه اسمها البلف جيردل، هنشرحهم بالتفصيل. طيب من عندك نمسك الاكسيال سكريتون حته حته. الاكسيال قلنا اول حاجه مين؟ الاسكال، هنعرف الشكل بتاعها وخلاص، مش هناخد فيها اي حاجه، ده لها محاضره خاصه بيها. عاد الاسكال اهي، تمام؟ يجيب لك صور لها كتير من قدام وعلى الجنب، وفي صور ليها كمان متحركه اهو. الاسكال دي فيها عظام كتيره هنشرحها كلها بالتفصيل. الاسكال طبعا جواها مين؟ جواها البرين، المخ، بتحوض البرين وبتحميه. وطبعا عندك من تحت اهو في بيكون في فورامين، كلمه فورامين الناس بتاعت سنه اولى تبدا تكتب المصطلحات دي هتعدى علينا كتير جدا. فورامين يعني ثقب، ثقب كده بينزل منه مين؟ بينزل منه هنا اهو، ثقب هنا بينزل منه الحاجه اسمها السباينال كورد اللي هو النخاع، الشوكي اللي بيعدي جوه العمود الفقري. النخاع انت عندك حاجه اسمها السنتر نيرفس سيستم هنشرحها بالتفصيل، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن جوه في عندك برين، البرين جوه وينزل متحد مع حاجه اسمها السباينال كورد النخاع الشوكي اهو. عندك هنا بيكون جوه البرين وبينزل حاجه اسمها السبينال كورد، الاثنين دول بيكونوا حاجه اسمها سنترال نيرفس سيستم. عندك البرين السكال جمجمه بتحمي البرين، وعندك الفيرتبرال كولوم ده بيعمل دايره ويحوط السبينال كورد والنخاع الشوكي ويحمي. يبقى السكال اهي، تمام؟ هنشرحها كلها بالتفصيل ان شاء الله، التفصيل الممل الممل، وكل عظمه فيهم هناخدها بالتفصيل. طيب أول عظمة في الأجزاء السكيتم اللي هي السكال، أول جزء. طيب بعد كده بعد السكال
في عندك مين؟ النك. النك بيكون فيها حاجه اسمها هيويد بون، بتصنع منها حته بون واحده كده صغيره مش تاخد معانا حاجه. بعد السكال بقى في مين؟ الفيرتبرال كولوم، العمود الفقري. العمود الفقري، طيب العمود الفقري بصوا من اول السكال فوق لحد تحت، بطول الجسم لحد عندك الحوض تحت من ورا، تمام؟ العمود الفقري ده لما نيجي نشرحه بالتفصيل هنعرف ان هو بينقسم الى اجزاء، تمام؟ بينقسم الى حاجه اسمها فقرات فيرتبرا. كلمه فيرتبرا فقره، تحط لها حرف الاي تكون فيرتبري اللي هو فقرات. الفقرات دي اجزاء، تمام؟ مجموعات. اول مثلا عندك سبع فقرات اللي هم في منطقه الرقبه، يعني ورا الرقبه على مستوى الرقبه بيسموهم سيرفايكال ريجون، منطقه الفقرات السيرفايكال يعني عنقيه. افتكرهم بالنوم على عدد ايام الاسبوع. بعد كده مقابل عندك الصدر، انت عندك 12 ضلع في الصدر. ال 12 ضلع دول بيطلعوا المنشا بتاعهم بيطلعوا من ورا من الفيرتبرا. فيبقى انت عندك كم فقره على مستوى الصدر؟ 12 فقره. الفقرات الصدريه بيطلع منها لقدام كده اهو الضلوع. وانت عندك 12 ضلع، 12 زوج. فكل فقره يطلع منها من على اليمين واحد واليسار واحد وهكذا. فانت عندك عدد الريبس، عدد الضلوع، عندك فقرات صدريه يسموها ثوراسيك 12 فقره. وافتكرهم ان هم على عدد ايام، على عدد الشهور السنه. يبقى دي على عدد ايام الاسبوع سبعه سيرفايكال وشهور السنه 12، فانت عندك 12 ثوراسيك فيرتيبرا. هنشرحهم بالتفصيل في المحاضره بتاعتهم. طيب وعندك بعد كده في تحت الثوراسيك منطقه كده، لو انت حطيت ايدك ورا ظهرك هتلاقي في حته كده خافسه شويه لجوه، خاصه الناس اللي عندهم كرش ما شاء الله، فالكرش بيسحب الظهر بتاعك هتلاقيه داخل لجوه شويه. دي بيسموها ايه؟ المنطقه القطنيه. وهناخد لما نيجي نشرحها بالتفصيل هناخد جزء مهم جدا جدا جدا، ابلايد اناتومي، تطبيق على المنطقه دي. كتير جدا من الناس بيحصل لها ايه؟ يقول لك انا عندي عرق النساء، انا والله عندي غضروف تعبني في المنطقه القطنيه، لانه بيقعد كتير، بيقعد عدد غلط، جسمه مش رياضي، عنده كرش كبير. فدي حلوه جدا، فيها ابلايد اناتومي كتير جدا، حاجات كده كلينيكال عمليه حلوه جدا. وعددهم كام؟ عددهم خمسه. طيب ملاحظين ان كل فقره لما نيجي نشرح ان شاء الله بالتفصيل، كل فقره في السيرفايكال او الثراسك او اللمبر، تمام؟ لما نيجي نشرحها ان شاء الله بالتفصيل هتلاقي ما بين كل فقره والثانيه ديسك. ديسك ده عباره عن ايه؟ وساده بتمنع ان الفقره اللي فوق تحتك بالفقره اللي تحت. غضروف بيسموه الغضروف، كارتليج. كلمه كارتليج يعني غضروف، وهنشرحها بالتفصيل في محاضره كامله، محاضره تعريفيه يعني ايه الكارتليج وانواع الكارتليج وبيتصنع ازاي. ده وظيفته ايه؟ امسك كده الحته اللي تحت ودنك هتلاقيها ايه؟ طريه جدا، دي غضروف. فانت سبحان الله من حكمه ربنا بين كل فقره والثانيه بيكون في غضروف عشان العظمه الفقره ما تحتكش بالفقره اللي تحتيها وتعمل لك الم كبير جدا جدا. وتسمع ناس كتيره تقول لك ايه؟ انا جالي الغضروف. يعني ايه جالي الغضروف؟ يعني المنطقه اللي ما بين التو فيرتبرا اللي ما بين الفقرات تآكلت وبدأت العظام تحتك ببعضيها وتأثر طبعا على أعصاب وتعمل ألم شديد جدا جدا. ولكن عندك آخر جزئين في الفيرتبرا الكولوم حاجة اسمها الساكرم، برضو خمس فقرات، ولكن بيقول لك إيه؟ فيوزد يعني لحمين في بعض. شايفين أهو؟ بص كل فقرة كده تميزها عن التانية، ولكن تنزل عند المنطقة الخضراء دي بص لا، ده هي كلها قطعة واحدة على بعضها، بتميزها بس من ايه؟ من البروز ده.
وهنشرح عن شرائح التفصيل لما نيجي نعرف نيجي ندرسهم في المحاضرة بتاعتهم ليه ربنا عملهم فيوز. بص مفيش حاجة من فراغ. الاناتومي والله بجد هتحبه جدا جدا لانه هندسة ربانية، هتقعد كل شوية تقول سبحان الله سبحان الله، ربنا ليه خلى اللمبر سيبريتد منفصل عن بعضيها، في فقرات في غضاريف بينها، وسبحان الله الساكرم ده لا لاحمين في بعض. وبرضو اخر اربع فقرات عاملين كده زي الديل بيسموه الكوكسيك، الكوكسيك ده برضو فيوز لاحمين في بعض. يبقى انت عندك سبع سيرفايكل ايام الاسبوع، عدد الشهور 12 ثراسي، وعندك خمسه وخمسه لامبر وسيكرام، والكوكسيك اربعه برضو لاحمين في بعض. وفي الحيوانات الكوكسيك ده اللي بيطلع منه ملتصق بيه الديل بتاع الحيوان، وللاسف في بعض البني ادمين بيكون عندها الديل ده اللي ما رحم ربي. طيب فالفرتبرا الكولوم بيتكون من فقرات، العمود الفقري يتكون من فقرات سهله جدا. اسمها كلمه فقره فيرتبرا. الفرتبرا دي بتبقى كل شويه عندهم نفس الخصائص متشابهين مع بعض، فبيكونوا حاجه اسمها ريجون، منطقه. يعني اول سبعه حاجه اسمها سيرفايكال ريجون اللي هم في منطقه العنق، فسموهم الفقرات العنقيه. سبعه سيرفايكال، 12 ثراسي صدريه، 12 فقره صدريه، خمسه لمبر، تمام، اللي هم عند منطقه القطنيه من تحت، اللي هو عند الكيرف الانحناء اللي عند العمود الفقري من تحت، وخمسه سيكرم، ولكن دول بيبقوا فيوزد لاحمين في بعض، واربعه كوكسيك بيبقوا برضه لاحمين في بعض. تعدهم معايا كده، معلش انا ضعيف في الرياضيات شويه، عدهم معايا بقى. خمسه وخمسه 10، واربعه 14، و12 يدوك كام؟ يبقى 14 و12 26، 26 و7 يدوك كام؟ 33، 33 فقره، تمام؟ طيب اهو انا جايب لك برضو انيميتد صور متحركه، شايفين السيرفايكال يقع في منطقه النك اهم الشكل ده. انزل بعديه عندك نواة الثراسك 12، اهو من ورا طالع منهم، بص طالع منهم ايه؟ طالع منهم من ورا لو تلاحظ طالع منهم الريبس، شايفين الريبس طالعه ازاي منهم؟ وطلع لقدام، وتمسك قدام في مين؟ تمسك قدام في حاجه اسمها الاسترنال، عظمه القص من قدام اسمها الاسترنال. وعندك خمسه لمبر اللي هم القطنيه، لو تلاحظ ان الفرتبرال كولوم عاطي انحناء هنا اهو عند كل الناس، ده طبيعي انحناء لقدام يكون زايد عند الناس اللي عندها كرش، يابو كرش. وعندك اخر الخمسه التانيين اللي هم الساكرال بيكونوا فيوز لحمين في بعض عند منطقه الحوض، ولحمين في بعض اهو، ومن جوه في عندك الاورجنز من جوه زي الكدني، تمام، زي اللي هو الكدني اللي هي الكلى، في عندك اورجنز كتيره بيحميها تحميها المنطقه دي. والاخر عندك اربعه كوكسيك ماسكين في بعض زي الديل من ورا، الأربعة برضه بيكونوا فيوزد مع بعض. طيب ده الفيرتبرال كولوم. عندك بقى كده من قدام في مين؟ الثراسك كيج، القفص الصدري اللي هو عبارة عن 12، ما تقولش 12 وتسكت، غلط، 12 بيرز 12 زوج، أو ممكن تقول 24 ضلع، تمام؟ وعظمة مين؟ الاسترنم اللي هي عظمة القص اللي ماسكين فيها. أنت عندك 12 زوج من الضلوع ماسكين في مين؟ في عظمه اسمها الاسترنال، اهو بص اهو الاحمر دول 12 زوج ماسكين من قدام بمين؟ ماسكين من قدام اهو بالاسترنال،
تمام؟ وهناخد ان شاء الله في محاضره اسمها كارتليج الغضاريف. سبحان الله، عندك اهو بص، لو تلاحظ ان الاصفر ده اللي هو البول، بعد كده الضلع هتعرف ان هو بيمسك في الاسترنم بغضروف. غضاريف، تمام؟ بيسميها كوستال، كلمة كوستال باللاتيني يعني ضلع، كوستال كارتليج. كارتليج ده اليوم محاضرة كاملة هنشرح بالتفصيل يعني ايه كارتليج، تمام؟ فالغضروف كارتليج، كوستال يعني ضلع، اللي بتمسك الضلوع بمين؟ بالاسترنال، تمام؟ عندك 12 زوج من الضلوع، من اول رقم واحد لحد رقم 10 ماسكين، هتلاقيهم ماسكين في الاسترنال. ولكن عندك رقم 11 طلع من ورا اهو، ورقم 12 مش واصلين لحد الاسترنال، هتلاقيهم ايه؟ مش ماسكين في الاسترنال. وتعالى اوريك صوره ليهم، بص الاثنين اخر اثنين دول 11 و12، بص من ورا اهو، من ورا، بص من قدام، مش ماسكين في الاسترنال، بيسموهم ايه؟ الضلوع العائمه، فلوتنج يعني عائمه ريبس. ودي برضو فيها ابلايد اناتومي حلوه جدا جدا، لان دي بيحصل فيها كسور كتير وفي الحوادث، لانها بتكون ضعيفه مش ماسكه في الاسترنال. طب ده هل ده مثلا خطا رباني؟ لا حاشا لله، ربنا مش بيعمل حاجه خطا، ده ليها فايده. ليه الفلوتنج ريبس مش ماسكه في الاسترنال؟ لما نيجي نشرح الريبس هتعرف ليه ان اول 10 ريبس ماسكين في الاسترنال بحاجه اسمها كارتريج غضروف، واخر اثنين مش ماسكين في الاسترنال. وعندك هنا عظمه القص للاسترنال اللي ماسك فيها مين؟ اللي ماسك فيها الضلوع. علينا في كارتريج اهو، ادي كارتريج. وتلاحظ ان الاسترنال يا شباب لما نيجي نشرحها بالتفصيل، مش عايز بس افوق الاحداث، عندك هتلاقي ان الاسترنال متكون من ثلاث اجزاء، هذا جزء وهذا جزء وهذا الديل من تحت. مش مهم دلوقتي، هنشرحها بالتفصيل لما نيجي نشرحها في المحاضره الخاصه بالاسترنال. اهو شكل انيميتد عشان تفهمها بالتفصيل اهي. وابلايد اناتومي مهمه جدا، عندك هتلاقي ان في، لو تلاحظ خلي كل واحد فيكم كده يلمس الاسترنم عنده، هتلاقي عندك هنا اهو في المنطقه دي، سوري المنطقه دي اهي في ارتفاع اهو، هتلاقي هنا عندك في ارتفاع عند السكند ريب، دي بيسموها الاسترنم اليفيشن، ارتفاع كده اهو. ده بنستفيد بيه جدا جدا في التشخيص لما نيجي ايه نحسس بايدينا عشان نعرف احنا ماسكين اي ضلع. من اول الارتفاع ده عند الاسترنم نقول بس ده رقم 2، انزل 3 4 5 6 7 وهكذا. الاسترنال اليفيشن ده، الاسترنال اليفيشن ده، ده مهم جدا، بيخلينا يساعدنا في التشخيص ونعرف احنا ماسكين اي ريب اي ضلع. يبقى انت عندك تاني الاكزيال، من اول اخذنا من اول الاسكال اهو، اول حاجه في الاكزيال اللي هو اللي في النص يعني الاسكال، وعندك الفيرتيبرال كولوم طبعا الاسكال بكل اللي فيها. الاسكال هتعرف ان فيها حاجه اسمها الاذن الداخليه، وحاجه اسمها الهيويد بون، هيويد بون اللي هي عند النيك، وبعد كده تنزل عند الفيرتيبرال كولوم العمود الفقري من ورا، ومن قدام في مين؟ طبعا العمود الفقري بكل الفقرات بتاعته، السبع السيرفايكال، ال 12 ثوراسيك، الخمسه اللمبر، الخمسه الساكرال، والاربعه الكوكسال. وتنزل بقى عند القفص الصدري اللي هم ال 12 زوج من الضلوع ماسكين مع بعض في مين؟ ماسكين مع بعض في الاسترنم. 10 ضلوع ماسكين في الاسترنم، ومن تحت في ضلعين بيسموهم الضلوع العائمه، الفلوتنج ريبس. عائمه ليه؟ مالكش دعوه دلوقتي، هنشرحها بالتفصيل لما نيجي نشرح محاضره الثوراسيك كيج او القفص الصدري، نشرح بالتفصيل الاسترنم والضلوع وكل حاجه. واخيرا مين؟ الاسترنم عندك. طيب بعد كده عندك الاندوكرين سيستم اللي هو الجهاز العظمي الطرفي، اللي هو عندك بيتكون من ابر اكستريميتي على اليمين وابر اكستريميتي على اليسار، ماسكين في بعض
بعظمتين على اليمين وعظمتين على اليسار. عندك هنا كلافك كده اهي ماسكه من ورا مين؟ المثلث ده اللي هو الاسكابيولا. هو ادي الكلافك كده اهي ماسكه فيه الاسكابيولا. يبقى انت عندك فوق ابر ليم وحاجه اسمها شولدر جيردل، يعني جيردل يعني منطقه اتصال عند الكتف. اتصال التو ابر اكستريم ابر ليم بالصدر بتاعه. طيب وعندك تحت برضو في رايت لور ليم وليفت لور ليم وماسكين ببعض بمين؟ برضو جيردل يعني منطقه اتصال، بس عند البلفز عند الحوض تحت فبنسميها بلفيك جيردل. عظمه على اليمين اهي وعظمه على اليسار. تمام؟ طيب عدد اللي تعال نشوف دلوقتي الابندكولار سيستم بالتفصيل، الابر ليم والشولدر جيردل اللي بيمسكهم في بعض واللور ليم والبلفيك جيردل اللي بيمسكهم في بعض. اول حاجه عندك الابر ليمب او الابر اكستريميتي يعني الاطراف، تمام، والشولدر جيردل اللي بيمسكهم في بعض. تعال ناخد جزء واحد يسار او يمين اهو. عندك هنا من اول الكلافيكل، ادي عظمه الترقوة كلافيكل ماسكه من ورا لوح الكتف الاسكابيولا، وتبدا تمسك عندك ب اول جزء من عند الاسكابيولا او الجزء في دراعك بيسموه الارم، من اول الكتف لحد الكوع ده بيسموه الارم، من اول الكوع لحد الرسغ الريست بتاعك بيسموه الفور ارم، وبعد كده عندك مين؟ الهاند ايدك. يبقى انت عندك الابر ليم بيتكون من مين؟ ابر اكستريميتي اللي هو بيتكون من ارم وفور ارم وهان ماسكين فوق بمين؟ بكلافيكل وسكابيولا. تمام؟ طيب حلو. تعال ناخد بقى اول حاجه الشولدر جيرد فوق اللي هو الكلافيكل مع السكابيولا، ادي عظمتين. يبقى الشولدر جيرد عندك اول حاجه كلافيكل وسكابيولا، وفي محاضره كامله للكلافيكل ومحاضره كامله للسكابيولا. بعد كده تنزل عندك الارم، الارم في عظمه واحده طويله بيسموها هيوميرس، هيوميرس وهنشرحها بالتفصيل في محاضره كامله خاصه بيها. طيب بعد كده عندك العظمه الهيوميرس دي لما تيجي تمسك بقى تنزل على الفور ارم ما بين العظمه والثانيه هناخد بالتفصيل محاضره اسمها جاينت، جاينت يعني مفصل. لما تيجي العظمه تمسك في عظمه ثانيه ادي عظمه اهي وادي عظمه اخرى، المنطقه دي بيسموها جوينت مفصل. يعني حرك كده الكوع بتاعك هتحس ان في عظمتين، عظمه فوق الكوع وعظمه تحت الكوع، القلب اللي هو الكوع، عظمه فوق القلب وفي جزء تحت القلب. القلب ده عباره عن جوينت شبه يساعدك انك ايه تتني وتفرد دراعك كله، فده بيسموه القلب جوينت. بعد كده تنزل هتلاحظ ان ايه؟ هتلاحظ ان هنا في تو بونز، تو بونز. ادي واحده وادي الثانيه. واحده ناحيه الجسم جوه، واحده ناحيه الجسم، واحده خارج الجسم لبره. واحنا قلنا الجسم عندك يعني ادي الجسم الانسان في النص عندك ده بيسموه ايه؟ هنشرح في محاضره هننزلها على اليوتيوب النهارده بيسموها بنسميها الاناتوميكال بلين، المقاطع التشريحيه. قلنا في خط كده بيجي يقسم الجسم نصين، يعني في خط كده ماشي قسم الجسم نصين، العظمه اللي قريبه اللي جوه الجسم الخط ده بيسموه ايه؟ بنسميه الميد لاين، خط المنتصف. العظمه دي اللي ناحيه الميد لاين بيسموها ميديال بون، الميديال يعني العظمه اللي تقع قريبه من الميديال بون، والعظمه اللي بره دي اللي على الاطراف بيسموها لاترال بون، لاترال يعني طرفيه. ما تخافوش هنشرحها بالتفصيل لما نيجي نشرح البون دي بالتحديد في المحاضره بتاعتها. يبقى انت عندك الار بيتكون من عظمه واحده بيسموها ايه؟ بنسميها هيوميرس. الفور ار بيتكون من تو بونز، واحده لجوه ناحيه خط المنتصف جوه بيسموها الالنا، واحده اللي من بره دي الطرفيه اللي هي لاترال يعني طرفي بيسموها ايه؟ راديوس.
يبقى الارم بيتكون من وان بون طويله اسمها هيومرس. الفور ارم بيتكون من تو بونز، واحده جوه اسمها الالنا، واحده لاترال بيسموها الراديوس. طيب عندك بعد كده ما بين البون دي والهان في جوينت اخر بيساعدك انك تتني وتفرد ايدك، بنسميه ايه؟ ريست. الريست جوينت اللي هو مفصل الريست بتاعك، مفصل الرست بتاعك. تمام؟ بعد كده ندخل في مين؟ في الهان. الهان تتكون من ثلاث اجزاء. بص معايا هنا اهو، هو الجزء ده اللي هي العظام المفلطحه دي، بيسموها كاربل بون. الكاربلز بون عددهم كام؟ عددهم 8، 8 كاربل بون. بعد كده تطلع لفوق شويه، تمام، هتلاقي حاجه اسمها ميتا كاربل. ميتا يعني بعد، يعني اللي هي بعد الكاربل، الميتا كاربل. 5 عندك ميتا كاربل بون. وبعد كده تنتهي بمين؟ تنتهي بالفينجرز، الاصابع. الفينجرز فيها مين؟ الخطوط اللي فيها دي اللي في الفينجرز عندك بيسموها الفالنجز. الفالنجز، تمام؟ الفالنجز دي، تمام؟ كل صابع عندك في 3 فالنجز، ما عدا مين؟ ما عدا الصمب اللي هو الصبع الكبير. الصبع الكبير ده في only 2 فالنجز، يعني انت عندك 5 اصابع، 4 منهم كل واحده فيهم 3 فالنجز، يعني 3 في 4 ب 12، والصم فيه 2 فالنجز، فهيدوك كام؟ 14 فالنجز في كل كف. يبقى تاني الابر اكستريميتيز، عشان لو انت مش عارف بيتكون من ايه، لما نيجي نشرح كل بون لوحديها هتوه منه. يبقى الابر ليم بيتكون من الدراع بتاعك اهو، الابر اكستريميتي، والشولدر جيردل اللي هو الكلافيكل مع الاسكابيولا. يبقى عندك الشولدر جيردل، الكلافيكل، والاسكابيولا، عظمه الترقوه وعظمه لوح الكتف. وتنزل بعد كده في عندك الدراع بينقسم الى 3 اجزاء، ارم، فور ارم، وهان. عندك الارم بيكون فيه عظمه واحده اللي هي هيومرس، عظمه طويله جدا كده هيومرس لحد مين؟ الالبو، مفصل الكوع. بعد مفصل الكوع بيكون فيه عظمتين ماسكين فيها، العظمه اللي ناحيه جوه ناحيه الميديال لاين، الميديال بيسموها الالنا، والعظمه اللي بره بيسموها الريدياس. واحد يقول لي الله، طب احنا نفرق ازاي ما بين الالنا والريدياس؟ ده شكلهم كده شبه بعض. لا 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 ابدا، هنشوفهم دلوقتي وهتعرف انهم يختلفوا عن بعض كتير جدا، ولما نيجي نشرح كل عظمه لوحديها هتعرف انهم مختلفين في الشكل جدا. طيب بعد كده عندك مين؟ ادي الالنا والريدياس، ينتهوا عند مين؟ مفصل الرسغ اللي هو الريست جوينت. فنبدا فين بقى؟ الهان. الهان 3 بارتس، اول جزء ده الثمانية بونز دول بيسموهم الكاربل بونز. بعد كده في حاجه اسمها الميتا كاربل، 5 ميتا كاربل، ميتا يعني ما بعد الكاربل، ميتا كاربل بونز. وبعد كده في عندك الفينجرز، الاصابع الخمسه فينجرز، بيكون فيهم حاجه اسمها الفالنجز، كل صابع فيه 3 فالنجز ما عدا الصمب في only 2 فالنجز. ما تيجي نحسبهم طب مع بعض، تعال نحسبهم كده مع بعض، كم عظمه؟ هتلاقيهم كم عظمه؟ عندك 2 الشولدر جيردل، الكلافيكال والسكابولا، تمام. عندك بقى احسب الدراع كده، واحده هيومرس بون، ادي واحده، وعندك 2 اولنا وريديس، ريديس اولنا، ادي كده 3، وعندك الهان. الهان دي فيها كام؟ 8 كاربل و5 ميتا كاربل، وقلنا الفالنجز 3 في كل صابع ما عدا الصنب فيه 2، يعني 4 في 3 ب 12 و2 14. احسبهم كده، احسبهم، من عندك 14 و5 19، 19 و8 27، وال 2 29، واليومرس 30. 30، وعندك الشولدر جيردل كام؟ 2 كلافيكل وسكابيولا. وطبعا اوعى تتعبط معايا، اللي انت عندك 2، في عندك
رايت ارم والليفت ارم. يعني انت عندك هنا 32 اللي هم الشولدر جيردن، الاثنين السكابيول والكلافيكل، وال 30 اللي في الدراع، والناحيه الثانيه في عندك 32. تمام؟ فانت عندك اقسم لك الابندكولار سيستم تقسيمه حلوه جدا. بص ادي 30 هنا، 30 هنا، و30 هنا، و30 و30، احسبهم كده كام؟ 30 في 4 120. وعندك اثنين شولدر جيردل واثنين شولدر جيردل، يبقى 4، واحده بلفيك واحده بلفيك، يبقى 6. يبقى ده الكام؟ 126، لان الابندكولار سكيلتون فيه 126 بون. 30 دراعي دراع يمين و30 دراع يسار، و30 الرجل اليمين و30 الرجل اليسار، ادي 120. واثنين كلافيكال وسكابيولا، واثنين الناحيه الثانيه كلافيكال وسكابيولا، ادي 4، وادي بلفيك واحده وبلفيك واحده. يبقى انت عندك الجردل 6، والاطراف كل واحد 30، عندك كم طرف؟ 4، 4 في 30 120. يبقى كده الابندكلر سيستم 126 بول، والاكزيال 80. فلو تحسبهم مع بعض 126 و80 هيدوك مجموع 206، اللي هم عدد العظام في جسمك. طيب ده احنا كده خدنا الابر اكستريميتيز، وعندك اللور اكستريميتي. هتلاقي اللور اكستريميتي اللور ليمب متناسق مع الابر ليمب. يعني ايه؟ عندك هنا برضو كان في فوق عندك الشولدر جيردل اللي هو الكلافيكول والسكابيولا، هنا عندك البلفيك جيردل، البلفيك جيردل كان في عندك فوق ارم وفور ارم وهان. هنا هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك الثاي، وهيبقى عندك الليج والفوت. يعني انت كان عندك فوق الارم والفور ارم ماسكين في بعض بمين؟ بالالبو. هنا عندك الثاي والليج ماسكين بعض بمين؟ بالني جوينت، الني الركبه، مفصل الركبه مقابل فوق لمفصل الكوع. وبعد كده كان عندك انت فوق الفور ارم، بعد كده تدخل في مين؟ في الهاند. ما بين الفور ارم والهاند كان في عندك مين؟ الريست جوينت. هنا الليج والفوت ما بينهم مين؟ الانكل، الانكل جوينت. تمام؟ طيب وبرده زي ما كان فوق عندك الارم اونلي وان لونج بون اللي هي الهيومرس، برده عندك هنا الثاي اللي هو الورك بتاعك، برضه في وان لونج بون اللي هي الفيومر. الفيومر ده نشرحها بالتفصيل ونعرف، هتحس انها قريبه في الشكل من الهيومرس. ايه ده؟ طب احنا هنفرقها ازاي بينها وبين الهيومرس؟ لا لا لا، هتلاقي في اختلافات كبيره لما نيجي نشرحها هتعرف. طيب عندك بعد كده كان في فوق عندك الفور ارم، هنا هتلاقي عندك الليج، وبرضه الفور ارم كان تو بونز، برضه ايضا الليج تو بونز، واحده ميديالي واحده لجوه ناحيه الجسم جوه بيسموها التيبيا، واحده لاترالي من بره بيسموها الفيبيولا. كان في عندك فوق الهام، هنا عندك الفوت، كان في عندك اليد فوق كف اليد، وهنا القدم الفوت. طيب نفس التقسيمه كان في عندك برده فوق الهام 3 بارتس، هنا الفوت 3 بارتس. كان في عندك فوق كاربل ميتاكاربل وفالنجز، هنا نسميها تارزل ميتاتارزل وفالنجز. تمام؟ كان في عندك فوق الكاربل كان في 8 بون، هنا التارزل لا 7 بون. كان في عندك الميتاكاربل فوق 5، هنا برضه الميتاتارزل 5، لان هم الميتاتارزل او الميتاكاربل بيطلعوا الاصابع، فانت عندك 5 اصابع فيبقى عندك 5 ميتاتارزل. والفالنجز نفس التقسيمه 3 for each finger و only thumb has only 2 phalanges. يبقى تاني تعال نقارن بالاثنين، نقارن بين الابر ليمب واللور ليمب. الابر ليمب كان arm for arm hand، اللور ليمب thigh وليج وفوت. الثاي اللي هي الورك، الارم فوق كان only long bone اللي هي الهيومرس، برضه اللور ليمب الثاي اونلي لونج بون اللي هي الفيمر.
كان عندك فوق الفور ارم كان تو بونز، واحده ميديالي لجوه الجسم الالنا، واحده لاترالي لبره الجسم اللي هي الراديوس. هنا ايضا كان في فوق الفور ارم هيكون في الليج ايضا تو بون، واحده ميديالي لجوه الجسم التيبيا، واحده لاترالي لبره الجسم اللي هي الفيبولا. كان في عندك فوق الهاند، هنا عندك الفود. الهاند كان كاربال ميتاكاربال فالينجز، هنا تارزل ميتاتارزل فالينجز. كانوا فوق 8 5 14، هنا 7 5 14، يعني فوق الكاربال 8 هنا التارزل 7 مش 8. الميتاتارزل زي ميتاكاربال 5، والفالينجز برضو نفس التقسيمه 3 لكل فينجر لكل صابع ما عدا الثم اللي هو الصبع الكبير، only two phalanges. الفالنجز اللي هي اللي هي الخطوط اللي عندك على الاصابع لو حد مش عارفها يعني. طيب كده احنا عرفنا تقسيمه الجهاز العظمي. اللي نيجي نشرح بعد كده هنعرف ازاي احنا بندرس اي عظمه ومكانها فين، هنكون فاهمين. هناخد كل عظمه بالتفصيل ونشرحها في محاضره منفصله. طيب في واحد بعت مسج، تمام. بعد كده الـ functions of bone، طبعا دي سهله جدا كلكم عارفينها اكيد. البونز وظيفتها ايه؟ البونز انها بتشيل جسمك. البونز دي هي البونز دي عامله زي ايه؟ انت البيت عندك، البيت بيكون فيه عمدان، العمدان دي بتحمل الجسم. البونز عندك برضه هي بتحمل الجسم، بتعمل سبورت للبادي ويت. بعد كده بتعمل سبورت للبادي اورجنز، يعني ايه؟ عندك العظام دي بتحمي الاورجنز اللي حواليها. يعني انت عندك الاورجن مثلا زي الاسكال الجمجمه جواها البرين، بتحمي تغلف البرين، بتعمل بروتكشن للبرين. عندك الفيرتبرال كولوم العمود الفقري بيكون جواه مين؟ جواه السباينال كورد، بتحمي السباينال كورد. طيب اللي هناخد ان شاء الله في شابتر البلاد، سبحان الله انت عندك البون بيكون جواها تجويف بيسموه بون مارو اللي هو نخاع العظمه. لو انت بتاكل فرخه كده وتكسر العظمه بتاعتها هتلاقيها من جوه في فراغ. الفراغ ده يتم فيه تصنيع البلاد سيلز، خلايا الدم. طيب البونز دي بيكون فيها مينرالز كتيره جدا زي الكالسيوم زي الفوسفات، فهي بتعمل ستورج للمينرالز. برضو البونز بتفرز هرمونز، بتفرز هرمونز، في هرمون اسمه اوستيوكالسيوم ده بيطلع من البون، هنشرحه ان شاء الله. فالبونز لها فوائد كتيره جدا، بتعمل سبورت للبادي ويت لجسمك، بتعمل اتاتشمنت للماسلز. انت عندك الماسلز لما تيجي الماسلز بتمسك على العظام فوق العظام. بتعمل برضو ان البونز بتحمي الاورجنز اللي تحتيها زي الاسكال بتحمي البرين، السباينال الفيرتبرال كولوم العمود الفقري بيحمي النخاع الشوكي. بيتم فيها تصنيع البلاد سيلز، بيتم فيها تخزين الاملاح المينرالز المعادن زي الكالسيوم زي الفوسفات. طيب كده احنا اخذنا بعد كده اخذنا البارتس اوف سكيلتال سيستم اكسيال وبنديكولار والفانكشن اوف سكيلتال سيستم. وهناخد دلوقتي التايبس اوف بونز اكوردنج تو شيب والتايبس اوف بونز اكوردنج تو ستراكشر. يعني نمسك البون نمسكها كده من بره ونشوفها شكلها عامل ازاي، ومره ثانيه هنمسكها من جوه ونشوف من جوه هل بتختلف من جوه ولا لا. هي طبعا في الشكل بتختلف، في عظام طويله عظام قصيره، وهل بقى من جوه بتختلف هنشوف دلوقتي. يبقى دلوقتي هناخد البونز types of bones according to shape الشكل. لو مسكت العظام هتلاقي العظام عندك شباب في long bones عظام طويله، في عظام عندك هتلاقيها طويله زي الهيومرس، شايفين الهيومرس دي
عظمه طويله بطول الارم زي الالما زي الراديوس زي عندك العظمه اللي هي الفيما اللي هي في عظمه الورك عندك برضو زي عندك التيبيا تلاقي العظام كلها طويله فدي لونج بون البون لما يبقى الطول بتاعها اكبر من عرضها يسموها لونج بون لونج بون ده حتى بيعتبر عندك على فكره الفالنجز لونج بون يعني انت لو تمسك الفالنجز الشرطه دي اللي عندك في دراع في صبعك طبعا طولها اكتر من عرضها يعني هي عاد الصبعه اهو وادي الفالنجز فالنجز الفالنجز شوف ده بتلاقيها عرضها صغير جدا ولكن طويله طويله فتلاقي لونج بون تعتبر لونج بون فانت عندك كل اللم تعتبر لونج بون الابر لم واللور لمز هل كلهم؟ لا الا حاجات بسيطه اللي هم مين؟ اهو عندك الابر اكستريمت اهو كله يعتبر لونج بون كلافيكل تمام؟ طبعا الا الاسكابيولا مش لونج بون تمام؟ عندك الهومرس لونج بون الالنا لونج بون الراديوس لونج بون الفالنجز بالفينجر لونج بون الميتاكاربا لونج بون طولها اكبر من عرضها ما عدا مين؟ الكاربال بون شايفين مفلطحين ازاي؟ مفلطحين ازاي شباب؟ ما عدا الكاربال بون وفوق عندك في الاسكابيولا لا يعتبروا لونج بون طب عندك في اللور ليم اللور ليم لو نحسبها برضو احذف البلفيك مش لونج بون وتحذف مين برضو بص هنا عندك برضو التارزل ما يعتبروش لونج بون يعني هناك كان كاربل وهنا المقابل ليها برضو التارزل وهناك الاسكابيولا وهنا برضو البلفيك وفي عظمه بسيطه هنا اهو هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله لما نوصل للني جوين في عظمه كده صغنونه حلوه وجميله جدا عند مفصل الركبه بيسموها الباتيلا بيسموها باللغه الدارجه بتاعتنا الصابونه عظمه الصابونه الباتيلا دي لا دي مسمسمه كده وصغنونه فدي لا تعتبر لونج بون فانت عندك بص كل الابر ليمب لونج بون ما عدا مين الكاربل وكل اللور ليمب لونج بون ما عدا مين التارزن ومعاهم مين برضو الباتولا المهم هنعدي لهم كلهم واحده واحده وهتعرفهم برضو بالتفصيل وهنشرح كل بون في محاضره خاصه بيه فدي اللونج بون طيب عندك بقى كده الشورت بونز اللي هم مين اللي هم اللي احنا تم استثنائهم من اللونج بون اللي هم الكاربال اللي عند الايد شاف قصيرين والتارزن اللي هما في الرجل من تحت الكاربال والتارزن دي امثله للشورت بون طيب في عندك نوع بيسموه الريجولار بون ايه بقى الريجولار بون؟ الريجولار بون يعني شكلها غريب مش ملهاش طول يعني محدد طويله ولا قصيره زي مين؟ زي عندك الفرتبرا زي عندك الفرتبرا لما تيجي تاخد الفرتبرا يعني انا هجيب لك صوره لفرتبرا الفرتبرا شكلها غريب شكلها الريجولر غير منتظم لها نتوءات وبروز في كل حته يعني شايفين؟ لها بروز ونتوءات في كل حته ودي طبعا مهمه جدا مش من فراغ ليه؟ كل بروز من دول بيمسك فيه عضلات معينه العضلات بتمسك فيه طيب فده نوع من انواع الريجولار بون عندك زي مثلا زي مين؟ زي الفلفل شايف شكله عامل ازاي؟ شكله غير منتظم مش واخد شكل ثابت طيب الفلات بون يعني بقى الفلات بون
العظم المسطح، العظم اللي تلاقي سمكه صغير جدا، سمكه صغير زي مين؟ زي عندك الاسترنم. الاسترنم بص لو مسكتها كده البون مره من جوه ما في يعني فلات يعني رقيقه جدا ملهاش سمك كبير، زي عندك الاسكابولا مش سميكه مش عريضه، زي عندك الاسكال الكرانيا البونز، اللي هي من فوق فوق جمجمه من فوق دي تعتبر فلات بونز لان عظم رقيق. زي عندك مين؟ الريبس الضلوع. الضلوع لو مسكتها من جوه التجويف بتاعها من جوه ما في رفيع جدا جدا جدا. يعني هي مش سميكه خفيفه. دي فلات بونز. فانت عندك كده لونج بون زي كل الابر ليمب واللور ليمب ما عدا الكاربال والتارزل والباتلا. عندك الشورت بونز وعندك الشورت بونز اللي هم مين؟ اللي هم الكاربال والتارزل. اللي احنا استثناهم اللونج بونز. وعندك الريجولار بونز عظم شكله غريب زي الفرتبرا. وعندك الفلات بونز العظم اللي هو ملوش سمك زي الريبس الضلوع زي الاسترن زي السكال العظم اللي في الجمجمه من فوق. طيب في عندك بقى عظم يسموه نيوماتيك بونز. يعني بقى نيوماتيك نيوماتيك نيوما يعني هواء. ايوه في عظم بيكون فيه هواء؟ اه والله. اللي هم مين؟ العظم اللي بيكون عندك في عند الانف بيسموها الساينس. الساينس الجيوب الانفيه بيعدي فيها الهواء. الساينس هنشرحهم بالتفصيل لما نيجي نشرح الفيشيال بون العظام اللي في الوجه في محاضره كامله عن الناسل ساينس الجيوب الانفيه بيعدي فيها هواء كده. حتى بتلاقي الواحد لما يبقى مسكوم يحس ان في هواء دخل في عظمه جوه، تحس ان في هواء دخل في مشاركه من جوه. دي بيسموها نيوماتيك بونز. نيوماتيك يعني هواء، عظام بيكون فيها هواء. اخر حاجه بقى اللي هي سيسامويد. سيسامويد جاي من اسم حتى سمسمه، عظمه كده مسمسمه جميله جميله شكلها حلو. ليه مين؟ عندك الباتيلا. الباتيلا بص عندك هنا اهو الكاربال بونز فيهم عظمه واحده بس تمام صغيره جدا كده وعظمه عندك هنا عند النيجود لمين اللي هي الباتيلا. ايه اللي بيميز السيسامويد بون؟ السيسامويد بون دي يا شباب مهمه جدا لان هي بيمسك فيها يعني انت عندك هنا الباتيلا بيمسك فيها اربطه كتيره جدا في اربطه كده اهو اربطه بيسموها حاجه اسمها ليجامنت وفي محاضره كامله عن الليجامنت يعني كلمه ليجامنت بيتكون ازاي الليجامنت يعني ايه رباط وبيربط ايه بالظبط. فانت عندك بص اهو ادي الباتيلا اهي الباتيلا بص ادي ليجامنت وليجامنت 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 بص كام ليجامنت ماسك فيها. فهي تتميز انها صغننه مسمسمه وماسك فيها ليجامنتس كتير اربطه كتير. وعندك هنا الكاربال بونز في عظمه كده صغننه جدا ومسمسمه وحلوه وجميله اهي بيسموها البيزي فورم بون. البيزي فورم بون دي برضه هتلاقي ماسك برضه فيها ماسك بص ادي ليجمنت وليجمنت 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 وادي ليجمنت ماسك فيها اربطه كتيره جدا هنشرحها بالتفصيل لما نيجي للمحاضره بتاعتها. فالسيسامويد بون اللي بيميزها ان عظمه صغيره وماسك فيها اربطه كتير. البيزي فورم هنا والبيزي فورم هنا والباتيلا اند باتيلا. اثنين بيزي فورم في الايدين واثنين باتيلا تحت في الرجلين. طيب فيبقى انت عندك كده البونز طبقا لشكلها افتكر معايا ابدا لا راجع معايا راجع معايا في عندك لونج بون العظام الطويله العظام كلها اللي في اللي عندك اللونج بونز اللي هي في الاطراف والشورت بونز اللي احنا تم استثنائهم من الاطراف اللي هم الكاربال والتارزل. طيب عندك بعد كده الريجولر شكلها غريب زي مين؟ الفرتبرا. عندك بعد كده الفلات بون زي مين؟ الفلات اللي سمكها صغير الضلوع الريبس العظم الجمجمه من فوق. عندك الاسترنم دي فلات بون الاسكابيلا فلات بون. طيب عندك
بعد كده سيسمويد بون عظم كده مسمسم وجميل صغننه وماسك فيها اربطه كتير، اتنين في الكاربل واتنين تحت عند النين اللي هم البيزي فورم فوق وتحت في الباتلة. تمام؟ الامتحان هيكون ان شاء الله بعد المحاضره على طول، بعد المحاضره هديك مع البي دي اف امتحان تبدا تحل عليه. طيب ده شكل البون طبقا للشكل بتاعها من بره، طويله قصيره مفلطحه صغننه، ده شكلها من بره. شكلها بقى من جوه، ونوقف المحاضره لحد هنا عشان ايه المعلومات ما تكترش عليك وايه تتلخبط. هنشرح اخر بند اللي هو مين؟ اللي هو types of bone طبقا لمين؟ للتركيب بتاعها. لا بقى احنا هنشرح بقى من جوه بقى، هل العظام من جوه تختلف ولا لا؟ تعال نشوف الاول اللونج بون. تمام؟ اللونج بون شكلها عامل ازاي؟ ادي اللونج بون اهي جميله. تمام؟ لونج بون اهي، وتعال نشرحها بالتفصيل شكلها عامل ازاي. اللونج بون بيكون فيها جزء من فوق وده جزء تحت اهو، نهايتين التو اندز، وفي عندك بعد كده الجزء ده الطويل ده، وجزء بيربط الاند مع الجزء الطويل، وادي جزء تاني بيربط الاند النهايه مع الجزء الطويل. النهايتين دول بيسموهم ايه؟ ايبي فيسز. ايبي فيسز، يبقى ادي ايبي فيسز من فوق اهي باللون البينك، ايبي فيسز، وادي ايبي فيسز تحت اهي، دي بيسموها بروكسيمال يعني القريبه فوق، وتحت واحده بعيده تحت اهي ديستال ابيفيزس. الجزء الكبير الاخضر ده بقى بيسموه ديافيسس اللي هو البادي الجسم بتاع العظم، ديافيسس الجزء الطويل. ما بين الديافيسس والابيفيزس الجزء الازرق ده بيسموه ميتا فيزس. يبقى انت عندك تو اندز ابيفيزس، احنا دلوقتي بنشرح من بره، بعد كده ندخل في العظام من جوه ونشوفها. يبقى من بره والله اللونج بون لما تمسكها هتلاقيها بتكونها من فوق ايبي فيسز وتحت ايبي فيسز، ومن جوه في النص الديافيسز، واللي بيربط الديافيسز بالايبي فيسز حاجه اسمها ميتا فيسز. تمام؟ طيب بعد كده هتلاقي عندك ايه؟ خط هنا اهو، الخط ده كده اهو، وفي خط هنا بس اختفى، وهقول لك اختفى ليه بعد شويه. ده بيسموه ايه؟ ده عند الابيفيسز، ما بين الابيفيسز والميتافيسز بيسموه ابيفيزيال لاين. اللاين يعني الخط اللي موجود عند الابيفيسز، ابيفيزيال لاين. تعال بس الاول ايه ارسمها من تاني عشان تفهمها اكتر. البون عندك يا جماعه، ادي البون اهي، عندك الجزء ده اللي من فوق ده، والجزء اللي من تحت ده بيسموه ايه؟ ايبي فيسز. ده ايبي فيسز. بعد كده في عندك جزء تاني كده اهو بيسموه ميتا فيسز. طيب بعد كده الجزء الكبير ده بيسموه ديافيسز. بيفصل الابي فيسز عن الميتافيسز خط كده اهو، وهو خط هنا اهو بيسموه الابي
epiphyseal line. ال epiphyseal line. والعظمة دي طبعا بيكون في جنبها عظمة تانية هتمسك فيها، ومن تحت برضه بيكون في عظمة تانية هتمسك فيها. فعندك العظم لما يمسك بعضه، قلنا العظم عشان ما يحتكش ببعض بيكون في من فوق كده اهو، بيكون في من فوق غضروف، يعني المنطقة دي كده اهو مغطاة بغضروف عشان في عظمة أخرى هنا اهو هتيجي تمسك، وعظمة برضه من فوق هتيجي تمسك. وقلنا العظمة لما تيجي تمسك في العظمة التانية بتعمل حاجة اسمها ايه؟ جوينت، مفصل. عشان كده الكارتليج ده طبعا برضه بيكون في كارتليج اخر برضه، الكارتليج ده سموه ارتكيولار كارتليج. كلمة ارتكيولار جاية من كلمة ارتكيوليشن، articulation يعني تمفصل، يعني تكون مفصل، joint يعني. الجوينت وظيفته انه يعمل articulation. فالغضروف اللي عند ال two ends سموه articular cartilage. نوعه ايه؟ الكارتج ده بيكون، الغضروف ده بيكون شفاف جدا. كلمة شفاف يعني هيالين. فنوعه هيالين كارتريج. لما نيجي نشرح الكارتريج هنعرف ان الكارتريج فيه، لا كارتريج مغطاه بفايبرز الياف فبيسموه فايبرز كارتريج، ونوع تاني شفاف فبيسموه هيالين كارتريج، هيالين يعني شفاف. وفي نوع تاني الاستيك جدا، مرن جدا زي الحته العصعوصه اللي عند ودنك، فبيسموه الاستيك كارتريج. فالكارتريج ده بيسموه هيالين ارتكولار كارتريج. نوعه ايه؟ نوعه شفاف جدا فبيسموه الهيالين كارتريج، نوعه هيالين كارتريج. طيب واحد يقول لي، طيب انا دلوقتي عايز اعرف ايه فايده الابيفيزيال لاين ده؟ اقول لك يا سيدي، هو في الاول ما كانش ابيفيزيال لاين، احنا دلوقتي ماسكين عظمه بتاعت واحد بالغ كبر عنده 24 25 30 سنه. الابيفيزيال لاين ده في الاول، كان عباره عن كارتريج، كان عباره عن كارتليج. الكارتليج ده كان بيسموه ايبيفيزيال بليت او ايبيفيزيال كارتليج. كلمه بليت يعني ايه؟ منبت، او هيطلع منه، هيطلع منه ايه؟ هيطلع منه عظام ثانيه. ليه؟ ربنا حط الايبيفيزيال كارتليج ده من جوه برضه شفاف، نوعه هيالين كارتليج. ليه بقى حطه؟ عشان الكارتليج ده كل شويه يقعد يطول، يقعد يتحول يطلع ايه؟ يطلع منه جزء ويتحول الى عظام، والعظام تقعد ايه؟ تطول تطول تطول. يعني انت عندك هنا لما نيجي نشرح من جوه هتلاقي في عندك هنا خلايا عظميه بتكون عظام، فالعظام تبدا تطلع كده اهو، تمام؟ والهيلين كارتريج ده، الهيلين كارتريج ده يبدا يكون عظام ثانيه، تمام؟ وتبدا العظام تطول 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 بسبب مين؟ الهيلين كارتريج ده، لحد ما يجي في مرحله معينه عند سن ال 21 22 23 24 اي سن من دول، يبدا الهيالين كارتليج ده، الابيفيزيال كارتليج ده يبدا خلاص يخلص ويتحول الى خط عظمي بيسموه الابيفيزيال لاين. يعني هو في الاول كان ابيفيزيال كارتليج عادي، كان كارتليج، تمام؟ فكان وظيفته ان هو ايه؟ كل شويه يبدا جزء منه يطلع ويتحول لبول، والعظمه تطول 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 لحد ما يجي عند سن معين، سن مثلا 24، والابيفيزيال كارتليج ده يخلص ينتهي، والعظمه خلاص ما عادتش تكبر تاني، فيتحول الى خط عظمي زي الخط ده اهو، زي الخط ده اهو، الخط ده خط عظمي بيسموه ابيفيزيال لاين، epiphyseal line. طيب دلوقتي عندك عشان ما نتلخبطش، عندك اللونج بون في epiphyses فوق وepiphyses تحت. طيب في النص في حاجه اسمها diaphyses، تربط الepiphyses مع الdiaphyses بحاجه اسمها الميتافيسز، تمام؟
يبقى عندك ابيفيسز ميتافيسز ديافيسز. وعندك عن اللي يفصل بين الابيفيسز والميتافيسز الابيفيزيال لاين اللي هو كان في يوم من الايام ابيفيزيال كارتريج، وظيفته انه كان بيقعد يكون عظم عشان يبدا يطول في العظم. طيب بعد كده تعال نشوف العظام دي، العظمه دي بقى ايه اللايرز الاغشيه او الطبقات اللي حوالين البون دي، الطبقات اللي حوالين البون دي. بص يا سيدي، العظمه دي هتلاقي حواليها غشاء من بره كده اهو، ركز معايا في الرسمة. غشاء بيغطي العظمة كلها ما عدا المكان اللي فيه الكارتليج، عشان المكان ده فيه كارتليج ناعم عشان هيمسك فيه في العظمة اللي بعديها ويعمله مفصل. الغشاء ده بيسموه ايه؟ بيري اوستيوم. كلمة أوستيوم احنا قلنا كلمة أوس باللاتيني عن عظمة، وبيري يعني الراون حوله، يعني غشاء كده بيحوط العظم من بره، بيحوط البول من بره، فسموه بيري أوستيوم. تمام؟ تمام، أنا عارفهم. تمام. بعد كده في عندك هنا أهو الجزء اللي من جوه ده، اللي برسمه بالأسود ده بنسميه compact bone. compact يعني عظم شديد جدا، عظم شديد. compact يعني ماسك في بعضه وسميك. تمام. بعد كده هتلاقي فيه طبقة تانية من جوه بنسميها لو كان اللي بره اسمه بيري فاللي جوه هنسميه اندو، اندو يعني جوه، اندوستيوم. تمام، الاندوستيوم. والتجويف الفراغ اللي من جوه ده، الفراغ ده اللي من جوه بنسميه ايه؟ المظله. بنسميه ايه؟ المظله. تاني ارسم لك من تاني ونشرح. بص ادي جزء من بره اهو، اللي هي من بره اهي محوط البون كلها ما عدا المكان اللي عنده الكارتليج. ليه؟ لان البريوستيوم ده خشن واحنا عايزين كارتليج ناعم، فنحوط البون كلها ما عدا المكان اللي عند الكارتليج، بنسميها بيري. بيري يعني حول، اوستيوم يعني عظم، يعني اللي بيحوط العظم من بره، بيري اوستيوم. طيب من جوه بقى في العظم، هو بيحوط مين؟ بيحوط العظم، فاكيد تحت طبعا في العظم، مش محتاجه يعني اللي هو مين الاسود ده اللي هو كومباكت بون. كومباكت يعني عظام سميكه، كومباكت بون. من جوه بقى تحت الكومباكت بون بيكون في مين؟ بيكون في اندو، اندو يعني داخلي، اندوستيوم، اندوستيوم. تمام. وبعد كده التجويف اللي عند اللي جوه الاندوستيوم بقى، التجويف الفراغ ده بيسموه ميدالري كافيتي. كافيتي يعني فراغ من جوه. تعال نمسكهم واحد واحد بقى. طيب نمسكهم واحد واحد. البريوستيوم ده وظيفته ايه؟ البريوستيوم ده خشن، وظيفته انه بيحمي العظمه، بيحمي البون. تاني حاجه العظام على فكره ملهاش نيرف جوه بيدخل جوه العظام،
الله. طب الواحد لما العظم عنده بيتكسر بيحس ليه بألم شديد جدا؟ لأن النيرف بيدخل عند البيري أوستيوم، فلما يتكسر النيرف يبدأ يحصل رابشر، كسر في البيري أوستيوم، فيبدأ يقطع في النيرف ويحصل ألم شديد جدا 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 جدا. برضو العظام ليها بلاد سبلاي، ما العظام دي بتكبر ازاي؟ اكيد في دم بيجي يغذيها. فالبلاد فيزل، البلاد ارتري بيعدي عند البيري اوستيوم، بيدخل عند البيري اوستيوم. طيب البيري اوستيوم ده بيكون ليه فوائد تانية، انه البيري اوستيوم بيتكون من طبقتين، طبقة من بره عبارة عن ألياف شديدة ماسكة في بعضها، ألياف شديدة أو ماسكة في بعضها، وطبقة من جوه، طبقة من جوه بيكون فيها بعض خلايا البون. طبعا خلايا البون مش هشرحها لك دلوقتي، هنشرحها في الهيستولوجي. الانر لير من جوه، الطبقة الداخلية بيكون فيها خلايا بنسميها الاوستيو. اوستيو احنا قلنا كلمة اوستيو عن عظام، سايت كلمة سايت يعني خلية، سيل، خلايا العظام اللي بتصنع العظام، بتساعد في تصنيع البون. يبقى البري اوستيوم بيحوط العظام من بره، بيتكون من طبقتين، طبقة خارجية بيكون فيها فايبرز ألياف بتمسك ببعضها وتقوي العظام، وطبقة من جوه الانر لير من جوه بيكون فيها خلايا اسمها الاوستيوسايت، دي بتساعد في ان العظام تزيد في العرض بتاعها مش في الطول بقى، ان في عظام فاتت، العظام هتبدا ايه تتصنع هنا عظام، فيبدا ايه العرض بتاعها يزيد، لان الاوستيوسايت ماشيه على جانبي العظام. تمام. والبري اوستيوم فايدته برضه ان بيعدي فيه البلاد ارتري، الشريان اللي بيغذي البون، بيعدي فيه النيرف اللي مسؤول عن النيرف سبلاي، التغذيه العصبيه للبون. طيب بعد كده بيكون تحتيه مين؟ الكومباكت بون، ده عظام قوية جدا. بعد الكومباكت بون بيكون فيه مين؟ الاندوستيوم. الاندوستيوم ده بقى بيكون فيه بقى برضو اوستيوسايتس وخلايا اسمها الاوستيو بلاست، هنشرحها في الهيستولوجي بالتفصيل. كلمة بي بي بلاست بتعمل بي بي بيلدينج، بناء، وحاجة اسمها اوستيو كلاست، كي كي تكسير، في خلايا بتبني العظام وخلايا بتكسر العظام، دي كلها موجوده فين؟ في الاندوستيوم. يعني معظم الخلايا بتاعت البون موجوده فين؟ عند الاندوستيوم ده، عند الاندوستيوم اللي جوه ده. تمام. ليه بقى؟ ليه ربنا حط لنا خلايا عظام بتبني وخلايا بتهد؟ ان احنا عارفين ان في خلايا عظام بتبني فممكن العظمه حجمها يكبر جدا جدا وتبقى تقيله، وده غلط. فسبحان الله، كل شيء بحساب، كل شيء عنده بحساب. في خلايا بتبني اللي هي الاوستيوبلاست، اوستيو بي لاست تعمل بي بيلدينج، ولو لما العظم يزيد تيجي الاوستيو كلاس تكسر في العظم ده، هنشرحه بسرعه اكتر في كورس الهيستولوجي. انا اعرف ان في 4 خلايا من العظام، من خلايا العظام موجوده، وهنشرحها بالتفصيل، لكن دلوقتي تعرف هي موجوده فين. بعد كده في عندك مين؟ في عندك الجزء ده الفراغ اللي ما فيهوش اي حاجه جوه، بيسموه ايه؟ بون مارو، نخاع العظام. طيب عندك بقى عند النهايتين، عند النهايتين بقى يا شباب، بيكون هنا عند الابيفيسس فوق بيكون في عندك بون، بس بنسميها ايه؟ بنسميها اسبونجي بون. الاسبونجي بون بيكون في كومباكت بون، ايوه، بس محوط مين بقى؟ محوط سبونجي بون. سبونجي ليه سموها سبونجي؟ لانها فيها ثقوب زي الاسفنجه، وما بين الثقوب دي بيعدي حاجه اسمها بون مارو، يعني بين التجاوف دي في فراغات، احنا قلنا فراغ كافيت يعني بون مارو، بس هنا بيكون بون مارو بيسموه ريد بون مارو، ريد بون مارو. اما البون مارو اللي جوه الديافيسيس، اللي جوه الشاف، بيسموه يالو بون مارو. ايه الفرق؟ يالو بون مارو عشان
الطفل لما بيبلغ يبدأ عظامه تنشف. تنشف ازاي؟ يبدأ الدهون تبدأ تدخل جوه العظام، تدخل جوه الكافيتي ده وتخلي العظام قوية. البونز تبدأ تعمل ستورج للفات، تبقى العظام قوية، فبالتالي البونز دي ما تقدرش بعد كده تصنع خلايا الدم، لأن خلايا الدم محتاجة إن الكافيتي يكون فارغ. بعد كده الدم بيبدأ يتصنع من الفلات بونز اللي هنشرحها دلوقتي. ليه بقى؟ إنك هتعرف إن الفلات بونز مليانة سبونج بون. السبونج اللي بيكون ما بينها الريد بون مارو. ليه سموه ريد بون مارو؟ عشان بيكون فارغ ما فيهوش دهون، فبتدخل فيه خلايا الدم اللي هي حمراء، تمام، ويبدا يصنع بلاد سيلز. ودي على فكره من حكمه ربنا، ان ربنا خلاك اللونج بون بعد البلوغ ما تصنعش بلاد سيلز. مين اللي بيصنع بلاد سيلز؟ خلايا الدم، الفلات بونز. يعني الطفل كل البونز عنده بتصنع خلايا دم، سواء الفلات او اللونج، لان اللونج بون عنده بتكون لسه من جوه فاضيه ما فيهاش فات، فكل البونز بتاعته بتصنع بلاد سيلز. بعد البلوغ اللونج بون بتمتلئ بالفات، تمتلئ بالدهون وتفقد القدره على تصنيع خلايا الدم، ويبدا الفلات بونز هي اللي تصنع خلايا الدم. وسبحان الله وله في ذلك حكمه. ليه؟ تخيل معايا لو واحد كده قدامك عدى، راح خبطها عربيه ولا خبطه قطر وفقد اطرافه الاربعه. بتحصل، واحد بيفقد اطرافه الاربعه. طيب لو فقد اطرافه الاربعه، لو كانت اللونج بون اللي هي الاطراف الاربعه بتصنع خلايا الدم، مصيبه. ليه؟ العظام اللي كانت بتصنع الدم اتقطعت. ولكن من حكمة ربنا قال لك لا، اللي بيصنع الدم في الناس الأضل بيكون مين؟ الفلات بون، اللي هم زي الضلوع، زي الاسكال. انت عمرك شفت واحد رقبته اتقطعت ولسه عايش؟ لا، فهو لو بيعيش من غير اطراف الدم عنده عادي بيتصنع من الفلات بونز. ان اللونج بونز مش بيكون ليها فايده في تصنيع الدم بعد البلوغ. طيب فده الاستراكشر بتاع البون، زي ما قلنا في من فوق ابيفيسز ومن تحت ابيفيسز، وفي النص بيكون في الديافيسز. بيفصل بين الابيفيسز والديافيسز حاجه اسمها الميتافيسز. بيكون هنا اهو بيفصل بين الابيفيسز والميتافيسز حاجه اسمها الابيفيزيال كارتليج، اللي بيبدا يصنع بون بالطول ويبدا يخلي العظمه تطول، ولكن بعد البلوغ الكارتريج ده بيخلص، بينتهي ويتحول الى خط عظمي بيسموه ابيفيزيال لاين، بقى مش كارتريج، لاين. طيب بعد كده قلنا التركيب، قلنا اللايرز من بره في بيريوستيوم. البيريوستيوم ده مهم جدا انه بيعطي خشونه للعظام. الشرايين اللي بتغذي العظام بتعدي فيه، الاعصاب اللي بتغذي العظام بتعدي فيه. برضه بيكون من جوه، هو بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. الطبقه الداخليه بيكون فيها خلايا عظام تبدا تصنع بون وتزود الثيكنس، تزود العرض بتاع البون. وكمان لان هو خشن، فلما المسل العضلات تيجي تقف وتمسك هنا، بتمسك فيه، ان هو خشن بتمسك فيه العضلات، تعمل اتاتش انت معاه. بعد كده قلنا بعد البريوستيوم بيكون في عندك الكومباكت بون، اللي محاوط البون كلها من بره. الكومباكت بون عظمه قوي، تمام. بعدين في الاندوستيوم اللي موجود في الديافيزز. الاندوستيوم ده بيحتوي على معظم خلايا البون اللي بتساعد في تصنيع البون. وبعد كده في فراغ من جوه اللي هو بنسميه الميدلري كافيتي، اللي هو بنسميه البون مارو، اللي هو نخاع العظم اللي فارغ، اللي بعد كده بعد البلوغ بيمتلئ بالفاتس. طيب عند النهايتين قلنا بيكون موجود فيه ايه؟ سبونجي بونز. اهو شايفين هنا اهو، هنا اهو
السبونج بونز مخرمه ازاي زي الاسفنجه. السبونجي بونز اهو، سبونجي بون عند النهايتين. طيب ده اللونج بون. اما الفلات بون والبونز الرجل والبونز الاخرى، البونز الاخرى شباب بتتكون من ايه؟ لا بقى بتكون عامله ايه؟ زي الساندوتش. يعني ايه ساندوتش؟ يعني بتكون ادي العظمه اهي، ادي كومباكت بون اهي، على الناحيتين ادي كومباكت بون اهي، وادي كومباكت بون اهي، ومن جوه بيكون في مين؟ بيكون في الاسبونجي بونز، البونز المخرمه الاسبونجي بون. شايفين؟ بصوا شباب دي مثلا لو اخذنا جزء من الاسقل، عظام الاسقل، بص سمكه عامل زي سمكه، ادي الطبق من فوق اهي، دي كومباكت بون، وادي كومباكت بون اهي، من جوه في مين؟ من جوه في الاسبونجي بون. وطبعا بيكون في نفس اللير، بيكون في عندك من بره في البيري اوستيوم، من جوه بيكون في الاندوستيوم. ولكن الفلات بونز، الفلات بونز مش هيكون في كارتليج عند النهايتين، مش هيكون في الكارتليج. الكارتليج ده موجود فين؟ موجود في اللونج بون، موجود في اللونج بون عشان تعمل ارتكيوليشن مع البون الاخرى، تمام. ولكن في الفلات بونز مفيش كارتليج، لان ما بيكونش فيه عندك ابيفيسز وابيفيسز، هي بتكون مسطحه على بعضيها زي الاسكال. هو فين هنا؟ قلت لك قول لي الابيفيسز في الاسكال، ابيفيسز ايه بالظبط؟ مفيش ابيفيسز، مفيش حاجه اسمها ابيفيسز ودايفيسز، لا ده موجود في اللونج بون زي الهيومرس الفيبيولا. اما العظام المسطحه زي الاسكال زي الريبس الضلوع تكون زي الساندوتش، فوق كومباكت بون وتحت هو كومباكت بون، يكون في النص في مين؟ الاسبونجي بونز. والاسبونجي بونز دي بيكون جواها مين؟ جواها زي ما اتفقنا بين الثقوب دي بيكون في مين؟ الريد بون مارو، مليانه خلايا دم هنا اهو، مليانه خلايا دم، لان الفلات بونز هي اللي تتولى مسؤوليه تصنيع خلايا الدم بعد البلوغ، تمام. اهو بصوا ادي الاسبونج بون اهو، وادي الفراغات دي، ادي الفراغات اهي، بيسموها ترابيكولا، ترابيكولا ادي الفراغات اهي زي الاسفنج فاسقوم. طيب دلوقتي يبقى نوقف لحد هنا عشان بس ايه المعلومات ما تكترش عليك وتضيع مني. فنراجع بس مراجعة على السريع، قلنا النهارده هنشرح في السكيلتال سيستم، اجزاء السكيلتال سيستم، واخدناها قلنا ابيديكولار والاكزيال. الاكزيال اللي في النص زي السكال، النيك، الثراسيك كيج اللي هو ال 24 ضلع والاسترنا والفيرتبرال كولوم. عندك بعد كده في عندك اخدنا الفانكشن بتاعت البون، قلنا بتعمل سبورت وبروتكشن وبتحمل الجسم بتاعك، وبرده البونز بتصنع البلاد سيلز، وبرده البونز بتخزن الفاتس في اليالو بون مارو، وبتخزن المينرالز زي الكالسيوم والفوسفات. وبعد كده اخذنا التايبس اوف بون بالنسبه لشكلها، في عظمه طويله لونج بون، عظمه قصيره شورت بون، عظمه فلات، عظمه الريجولر. واخدنا الفرق بين البونز من جوه بقى، قلنا اللونج بون بيكون فيه كومباكت بون موجوده عند الديافيسيس، والسبونج بون موجوده عند الابيفيسيس من فوق. اما الفلات بون والريجلر بون لا، هي عباره عن ساندوتش، كومباكت بون وكومباكت بون، ومن جوه في مين؟ السبونج بون. اما اللونج بون كانت لا، في عندك الديافيسز في كومباكت بون، تمام. اما الابيفيسز بيكون في عندك الاسبونج بون. الكومباكت بون برضه بيعدي اهو، بيحوط البون كلها، بس اللي يفرق ان الديافيسز بيكون في مين؟ المدلل الكافيتي، التجويف ده الفراغ اللي بيكون فيه يالو بون مارو،
اما الابيفيسز بيكون في الاسبونجي بون عند كل ابيفيسز. تمام. طيب الحصه الجايه ان شاء الله هنبدا ناخد الاوسيفيكيشن ازاي العظام دي بتتكون، سواء لونج بون سواء الريجولر سواء فلات، البونز دي بتتكون ازاي في عمليه اسمها اوسيفيكيشن. وهناخد البلاد سبلاي اوف ذا بون، وهناخد ابلايد اناتومي يعني بندرب على البون لو حصل كسر حصل هشاشة عظام. تمام. وفي الاخر الشورت كويستشنز، اسئله على الجزء اللي احنا اخدناه. طيب كده خلصنا المحاضره يا شباب، اي حد عنده اي استفسار يتفضل. الامتحان يا رهام بيكون عندنا تو كويز، اول كويز بيكون بعد المحاضره مباشره على كل المحاضره اللي احنا اخدناها، تاخد البي دي اف بتذاكريه وبتحل الكويز بتاعه. الكويز الثاني بيكون قبل المحاضره اللي هتدخليها الحصه الجايه. ليه؟ عشان تحل الكويز وتسترجع المعلومات ونبدا ناخد محاضره ثانيه عشان تبقي فاهمه معايا وتربطي التو ليكتشرز ببعضهم. تسلمي يا رغبه، تسلمي تسلمي جدا. طيب بالنسبه شباب للاشتراك، عشان في ناس سالتني برضو على الواتساب على الاشتراك، احنا قلنا الاشتراك بيكون 25 دولار لكل السكيتل سيستم كله بالبي دي افات بكل شيء بالامتحانات. لو هتشترك في المنصه، واحنا قلنا منصه يعني ايه منصه؟ المنصه ان شاء الله هيكون لينا منصه خاصه بينا، بيكون المحاضره دي بتنزل عليها مسجله وبيكون في بي دي اف خاص المحاضره وبيكون في امتحان كلينيكال تاسك على المحاضره، فبتدفع 10 دولار زياده، فبيكون الكورس كامل على بعضيه ب 35 دولار. 35 دولار الكورس كامل بالمنصه، 25 الكورس من غير المنصه. حمزه دلوقتي هيسيب الرقم بتاعه، اي حد عايز يستفسر عن طرق الدفع او التسجيل بيكلم حمزه. حمزه معلش اكتب رقمك على الواتساب والتليجرام دلوقتي. لا النهارده كانت محاضره يا دكتور تعريفيه، بعد كده لما بنوصل للعدد المطلوب للكورس هنبدا ان شاء الله هنبدا الكورس بتاعنا وهنبدا نبدا نحدد مواعيد المحاضرات بتاعتنا. يعني دلوقتي بعد التسجيل لما بنوصل للعدد المطلوب هنعمل بقى مواعيد، هنعمل جروب خاص بينا على الواتساب او التليجرام، ف وهنبدا نتناقش فيه ونوصل لميعاد معين يكون مناسب مع كل الطلبه. لا انا مين جاب سيره النيورو اناتومي يا شباب؟ انا قلت الكورس بتاعنا عباره عن السكيلتال سيستم، هنشرح فيه البونز، الجوينتس، الليجمنتس، الكارتليج، هنشرح فيه الجنرال اناتومي، هنشرح فيه اناتوميكال بوزيشنز، هنشرح فيه كل يعني كل العظام بتاعت الجسم والغضاريف والمفاصل والاربطه بكل البي دي افات بتاعتها والكلينيكال تاسك بتاعتها. دي اول محاضره يا فاطمه لينا على الزوم دلوقتي. في محاضرتين صغيرين كتعريف للمستويات التشريحيه، المقاطع التشريحيه، هنزلهم على اليوتيوب ان شاء الله بكره هيكون نازلين. محاضره عن المقاطع التشريحيه عشان تكوني فاهمه يعني ايه كلمه سوبيرور وانفيرور وانتيرور وبوستيرور، ومحاضره ثانيه عن حاجه اسمها layers of the human body، طبقات الجسم من اول الجلد والماسلز، الجلد والعضلات والاعصاب والانسجه والبونز. ما فيش حاجه للنيورو اناتومي؟ لا طبعا في، ولكن احنا بنمشي سيستم باي سيستم. لو في عدد، لو في معاك عدد وهنبدا نيورو اناتومي ممكن نعمل كورس خاص للشباب اللي هم عايزين نيورو اناتومي. اسم القناه على اليوتيوب. طيب انت موجوده معانا يا فاطمه على الجروب التليجرام او الواتساب؟ طيب معاك الرقم بتاعي؟ برضه لا؟ ايه يا فاطمه؟ طيب انا هسيب دلوقتي
الرقم بتاعي بمفتاح البلد. طيب كلميني اي حد يكلمني واتساب على الرقم ده يا شباب، وهبعت ان شاء الله اللينك بتاع جروب التليجرام بتاعنا، وهبعت اللينك بتاع قناة اليوتيوب. تمام. احنا قلنا الحصه النهارده تعريفيه، تمام. بعد كده هنبدا ناخد كل البونز بون بون، هنبدا نشرح كل حاجه في البون في الكورس بتاعنا اللي هو السكيلتال سيستم. نشرح كل البونز، البونز اوف سكال، البونز اوف ذا تشيست، فيتبرال كولوم، الابر اكستريميتيز، اللور اكستريميتيز، البلفيس، كل البونز بتاعت الجسم كلها. طيب اي حد مش موجود في الجروب سواء تليجرام او واتساب او مش معاه لينك قناه اليوتيوب يكلمنا على الخاص وهبعت له كل حاجه. تفاصيل الدفع والاشتراك كل حاجه كلمنا او تكلم حمزه وهيشرح لك كل حاجه ان شاء الله. في حد عنده اي استفسار تاني يا شباب؟